مشاهدينا، التغطية لا تزال مستمرة. شكرا للزميلة العزيزة جيرمين شلبي. الحقيقة المشهد من صباح اليوم ببساطة هو كثافة على اللجان. المصريين بيسطروا ملحمة وطنية داخل لجان الاقتراع في كافة أنحاء الجمهورية، كافة الفئات ومختلف الفئات، كله نازل يشارك، كله نازل يدلي بصوته في هذا الاستحقاق الهام. خلونا نقرأ مجموعة من أبرز وأهم عناوين اليوم في الصحف العربية. وكالات الأنباء والصحف العربية تبرز الإقبال غير المسبوق على انتخابات الرئاسة المصرية. غرفة عمليات التنسيقية انتظام الانتخابات في اليوم الثاني دون مخالفات. بالكراسي المتحركة مسنات يتحدين ظروفهن الصحية للمشاركة في انتخابات الرئاسة. مسيرة حاشدة لآلاف الطلاب بجامعة القاهرة للدعوة للمشاركة في الانتخابات. توافد كبير من الناخبين أمام لجان مجمع المدارس في مدينة العريش. سلط الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت بالأمس الأحد، وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت. وقالت وكالة نوفا الإيطالية أن عشرات الآلاف من الناخبين توافدوا مبكرا أمس أمام مراكز الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة فاقت التوقعات.
الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لمصادر فقد دخل 5 ملايين ناخب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على لجانهم الانتخابية، مضيفة أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله منذ انتخابات 2014، وهو العام الذي تم رصد فيه دخول 104 مليون ناخب فقط أو 1.4 مليون ناخب فقط. وبحسب مذكرة رسمية تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس سلسلة شكاوى بشأن بطء عملية التصويت في بعض اللجان بسبب الإقبال الكبير، كما أشادت وكالة أنسا الإيطالية بالتنظيم الذي شهده اليوم الأول في الانتخابات، وقالت في تقرير لها أن الطوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية وأطواق مشددة من الجيش والشرطة، والتي ميزت اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية في مصر. أضافت وكالة أنسا أيضا أن فرحة المواطنين كانت واضحة خلال تصويتهم في الانتخابات. عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، يعني هناك خبر عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات كان قد صدر منذ قليل، أعلن عن إقبال من جموع الناخبين على لجان الاقتراع من الصباح الباكر ومستمر في معظم لجان الجمهورية. كان هذا هو الخبر العاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات. أكرر مرة أخرى أنها أعلنت أن هناك إقبال من جموع الناخبين على لجان الاقتراع من الصباح الباكر ومستمر في معظم لجان الجمهورية. للمزيد عن دور الأحزاب في العملية الانتخابية والزخم الحقيقي في هذه العملية الانتخابية وما يحدث الآن، يعني 75% من مرشحي الرئاسة تقريبا الأربعة المرشحين هم من أحزاب سياسية مختلفة، وهذا مشهد جديد على المشهد المصري، زخم واضح في الأحزاب السياسية والعملية السياسية في مصر وهذا الحراك السياسي والزخم الكبير. للمزيد من التابعة طبعا بينضم لنا بشرف ما يكون معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طيب أستاذ عبد الناصر، خليني أبدأ بهذه الحالة من الزخم. إيه اللي وصل المشهد السياسي في مصر لأن احنا نشوف في انتخابات رئاسية مصرية أربع مرشحين من خلفيات تعددية حزبية بالشكل الكبير ده؟ 75% زي ما شرحنا، ثلاثة مرشحين من خلفيات متعددة، المشهد وصلنا لكده بعد إيه؟ إيه اللي خلانا نوصل المشهد ده؟ شوف، يعني العمليات الديمقراطية هي عمليات تراكمية، وبالتالي التراكم في إطار السياق والمسار الصحيح يؤدي بالضرورة لارتفاع حدة التنافسية، وضوح الإجراءات وسلاسة عملية تنفيذها على الأرض، ثقة المواطن في العملية، وبالتالي ارتفاع وتيرة ونسب مشاركته فيها. ودي حاجات احنا شايفينها معانا من 2014 لحد النهاردة. الفترة من 2014 لحد النهاردة خضنا فيها 7 تنافسيات انتخابية. خلال هذه التنافسيات في خبرات بتتراكم وبتعلو فيما يتعلق بإدارة العملية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، اللي وصلت في هذه العملية إلى درجة تكاد تكون الكمال المطلق في النزاهة والشفافية والحيدة والمساواة بين كافة المترشحين. يعني بمعايير الأمم المتحدة لحياد ونزاهة إجراءات الإدارة إحنا واصلين ل 98.3% من نزاهة الإجراءات. ملاحظتين اتنين فقط اللي من الممكن القول بأنهم موجودين في المشهد، لو لم يكونوا موجودين لوصلنا إلى نسبة ربما لا توجد أي انتخابات دولية تحققها نهائي. تمام، خلينا نتكلم عن المشاهد اللي بنشوفها قدام حضراتنا النهارده. يعني من صباح اليوم وتوافد كبير لمختلف الفئات امام اللجان علشان يدلوا بصوتهم في العمليه الانتخابيه. حضرتك كرئيس حزب او امين عام مساعد لحزب التجمع، تابعت المشهد ازاي؟ رصدته ازاي؟ حللته ازاي؟ شايف المصريين النهارده موجودين ومصطفين امام اللجان ليه وايه السبب؟ شوف، الاقبال المفاجئ، عشان بس ما ندعيش لنفسنا اننا كنا متوقعين هذه الردة من المصريين، واللي بعض ارهاصاتها وملامحها ظهرت في تصويت المصريين بالخارج، كانت مفاجأة للجميع، لكنها بالحقيقة كانت تأكيد على نجاح سياسات اتبعت على الأرض بالفعل. يعني هذا النجاح وهذا التوافد والحشد الكبير هو بالأساس جزء من أسبابه هو المأزق الإقليمي والدولي والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي دائما تكون رافعة مهمة جدا لنسب الإقبال لدى الشعب المصري. يعني كلما كان هناك مآزق كبرى استشعر المصريين أهمية صوته، استشعر أهمية انتمائه الوطني، وبالتالي ذهابه إلى صناديق الاقتراع كان بيبقى هنا مهم. عشان كده لو حضرتك مركز هتلاقي إن أعلى نسب الإقبال موجودة في المحافظات الحدودية. ودي رسالة، ودي رسالة مهمة جدا على قيمة هذه المحافظات برغم قلة أعداد ناخبيها، لكن نسب الإقبال غير المسبوق. إحنا امبارح
يعني كان الصباح الباكر اللقطه الاولى هي بير العبد، ما كانتش اي دايره ثانيه. وعي حاله الاقبال بالظبط، ده كان جزء مهم. كمان في سياسات حكوميه اتبعت خلال الفتره الماضيه فيما يتعلق برفع كفاءه الخدمات المقدمه للفئات الاولى بالرعايه حققت نجاح. احنا بنتكلم على اهم مبادرتين تبنتهم الدوله في اخر 3 سنوات، حياه كريمه وتحالف العمل الاهلي. الانشطه اللي مرسوها على الارض، الاتصال المباشر بجغرافيا الدوله المصريه فيما يتعلق بالقرى والنجوع الاكثر فقرا، اجتاز بالفئات دي للجان الاقتراع. عشان كده لو حضرتك هتلاحظ ان اغلب المتطوعين اللي بيظهروا مع حضرتك في الشاشات هم متطوعين من مؤسسات اهليه وليسوا من تنظيمات سياسيه، منظمات مجتمع مدني بالفعل. وده جزء مهم كمان ساعد في تعزيز وترسيخ المشهد بشكل كبير جدا. نروح للبعد الأهم كمان عندنا، فضل. الاستهداف المباشر لبعض القطاعات المجتمعية. وهنا هنتكلم على المرأة ونتكلم على الشباب، وربما كان الشباب تصدروا المشهد الحقيقة. الشباب كانوا بالنسبة لنا دي أول عملية انتخابية أنا برصدها خلال ما يقرب من 3 عقود. ما اتكلمش عن عزوف الشباب، اتكلم عن مشاركة الشباب. وده أمر مهم جدا. دي نفس الجزئية بتاخدنا للوعي تاني يا أستاذ عبد النصر. الوعي والاستهداف المباشر. أنا عندي 8 مؤتمرات منتديات اتعملوا للشباب المصري خلال السنوات الماضية. عندي 3 منتديات لشباب العالم. عندي مساعدين للوزراء ومساعدين للمحافظين من الشباب صغار السن. عندي أكاديمية متخصصة للتدريب ورفع الكفاءة. العناصر دي كلها لما بتتخرج الوعي اللي حضرتك بتأكد عليه بيعزز علاقتها بالبيئة المجتمعية، وبالتالي بيتحول لقاطرة لزملائه. ومش عايز أغفل كمان التجربة بتاعة تنسيقية شباب الأحزاب في التواصل مع الجامعات المصرية. لا يعني غير التمكين، الستين يوم اللي كانوا سابقين على إجراء عملية التصويت التنسيقية نزلت لكل الجامعات، عقدت مؤتمرات في كافة الجامعات. يمكن امبارح أنا كان من المظاهر الملفتة بالنسبة لي مظهر أن أطول طابور اقتراع أمام اللجان هو الطابور المتواجد في جامعة الجلالة، اللجنة الموجودة في جامعة الجلالة. فده بيديني حق وطمأنة كبيرة إن هذا الجيل يعني بقى موجود في المشهد، بقى لاعب رئيسي في تشكيل شكل الدولة المصرية القادمة. المرأة اللي هي الكتلة الحرجة اللي احنا بنعتمد عليها في كل العمليات بدءا من 2014 لحد النهاردة، واللي بتثبت كل مرة وبتثبت في كل مرة انها فرس رهان حقيقي. انت بتدخل يعني انت عارف احنا لما بنيجي نبدا نحسب عمليات تنافسية انا ببدا وانا معايا 20% من اجمالي عدد المصوتين. دول المرأة. انا واثق ان 20% دي موجوده معايا، ببدا اشتغل بعدها. المراه النهارده عززت هذه المكان، وايضا اكدت انها تستحق المكاسب التي تحققت لها في ضوء القرارات اللي اتخذت خلال الفتره الماضيه، سواء ما يتعلق بنسبه من تشكيلها البرلمانيه، ما يتعلق بتوليها للمناصب القياديه، ما يتعلق بوجودها في الفضاء العام، ما يتعلق بوجودها في داخل السلطه القضائيه. وبالتالي النجاحات دي كلها لما نحطها جنب بعضها توديني المشهد بهذا الجمال. انا عايز اقول لحضرتك امبارح احنا عملنا ما يسمى بالقياس النسبي لنسب الاقبال اللي ممكن يخلينا نقدر نقول احنا رايحين لفين، واللي النهارده بيستمر بوتيره رايحين لفين كنسبه من المشاركه يعني. عملنا 15 لجنه كعينه يتم رصد حاله التصويت الدوري جواها من مختلف المحافظات، من مختلف المحافظات وفي 3 توقيتات مختلفه. تمام. كان متوسط زمن التصويت الذي يستغرقه الناخب في ال 15 لجنه دول بيتراوح، وده بقى خد بالك احنا هنتكلم هنا ما بين 70 ثانيه و 90 ثانيه، دقيقه ونص الى 3 دقائق بالظبط. ده معناه من 40 ل 50 ناخب لكل صندوق اقتراع في الساعه الواحده. ده معناه ان انا امبارح كنت قدام حوالي من 10 مليون و 200 الف الى 12 مليون و 800 الف اجمالي من يمكن ان يكونوا دخلوا. عشان كده الرقم اللي حضرتك قلته ان الهيئه الوطنيه اعلنت امبارح عن 5 مليون استعلام عن مقر الاقتراع. خد بالك الاستعلام ده بيتم في لجان المتطوعين اللي امام اللجان قبل الناخب ما يدخل. فانا اللي بيساعد فيها الشباب من اللي بيساعد فيها الشباب المجتمع المدني والمبادرات. ده معناه ان في 5 مليون يقينا اصبحوا داخل الصناديق، غير اللي احنا بنقوله ده بيودينا يعني احتماليه مع الحاله اللي احنا شايفينها النهارده ربما يذهب المصريين لأعلى نسبة مشاركة يحققوها في الانتخابات العامة منذ عرفت مصر طريق الانتخابات في 1924 لحد النهارده. التحليل ده بيودينا على فين يا استاذ عبد الناصر؟ ده بيعزز قوة الدولة ويعزز قوة مؤسساتها ويثبت ان السلطة التي تتشكل بإرادة المواطنين هي سلطة معبرة عن هؤلاء المواطنين، وبالتالي يثبت
تماسك هذا المجتمع. احنا دايما بنقيس الانتخابات في المعايير الدولية بأن الانتخابات أحد معايير قياس ما يسمى بالاندماج القومي. إقبال الناخبين تأكيد على الاندماج القومي، تأكيد على الرضا عن شكل هذه الدولة، تأكيد على التمسك بوحدة وحدود وقرارات السلطة التي تدير هذه الدولة. وده اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيه أستاذ نصر، أنا آسف المقاطعة، بس هو ليه يتحول المشهد لما شفناه من امبارح كده لأن الناس عندها لو نقدر نقولها وفاء لهذا الاستحقاق أكتر منه أداء لعملية التصويت؟ بالضبط، عشان أنا دايما كنت قبل عملية التصويت بقول أني إذا كان الاقتراع هو حق للمواطن فإن المشاركة هي حق للوطن على المواطن، لأني المصريين وعايزين نركز على ده. تفضل. أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية خطها المصريين كنسب هي انتخابات 2014. دي أعلى انتخابات من حيث نسبة مشاركة المواطنين. تمام. نفتكر كويس أن قبل الانتخابات دي كانت مصر على شفير اقتتال شعبي وحرب أهلية. ولولا بطولة وبسالة المصريين ومساندة القوات المسلحة وشخص الرئيس الذي أتى في هذه الانتخابات كان من الممكن أن يكون مصير الدولة مختلف. المصريين مستشارين الحالة دي النهاردة. وبالتالي أنا حتى عايز أقول لحضرتك أن الانتخابات لها معايير لقياس الشعبية. إحنا في يوم 25 سبتمبر عندما على طريقة الوطنية عند دعوة الناخبين للاقتراع لمنصب رئيس الجمهورية كان المصريون القضية المفصلية في تحديد توجهاتهم في التعامل مع المنصب هي قضية الأزمة الاقتصادية. من المرشح الذي سيقدم خطابا اقتصاديا أفضل كي ننحاز إليه؟ طب هنا بقى ده بياخدنا لسؤالي يا أستاذ عبد الناصر. هنا برضو التنويع في البرامج أو لو نقدر نقول الرؤى للسادة المرشحين لرئاسة الجمهورية، هل نقدر نقول أن المواطنين فعلا قبل مرحلة الانتخاب قدروا أن هم يطلعوا على كل الرؤى الخاصة بالمرشحين وبعد كده قرروا احنا هنختار الشخص ده علشان برنامجه ورؤيته الفترة اللي جاية شكلها كذا في الملف الاقتصادي في الملف الاجتماعي في الملف كذا، يعني قدروا ان هم يقروا بشكل كامل في الفترة اللي فاتت رؤية كل مرشح علشان كده يختاروه؟ عايز اقول لك ان النقطة دي يمكن بتجرنا النقطة مهمة جدا وهي دور حضراتكم كوسائل اعلام. الدور الغير مسبوق اللي لعبه الاعلام المصري في توصيل المرشحين الى عقل وذهن ورؤية كل ناخب يسعى للتعرف عليهم. حملات المرشحين على مستوى النشاط على الأرض نقدر نقول إنها كانت محدودة ولم تمارس أنشطة دعائية واسعة لدى المرشحين بحكم تسارع العملية وطبيعتها. يعني في اثنين من المرشحين الأربعة كل مرشح عقد 4 مؤتمرات جماهيرية فقط لا غير ليه عرض برنامجه، وفي مرشح عقد 11 مؤتمر وفي مرشح عقد عدد أكبر من كده. ده ما اقدرش اقول ان المعيار هنا كافي، لكن الاعلام لعب دور مهم جدا في التوصيل. الاعلام بكل قنواته وكل محطاته الاذاعيه وكل وسائله المقروءه استنفر في حاله وطنيه عاليه جدا لتقديم هؤلاء المرشحين، وبالتالي حتى المرشح اللي ما كانش عنده اولويات فيما يتعلق بعرض الرؤى لبعض القضايا الاعلام اجبره انه يفكر في القضايا دي لانها اصبحت مسار تساؤلات لدى المواطنين. بالزبط. ينقلها الاعلام ويطلب اجابات عليه. وبالتالي المرشحين نقدر نقول اننا شفناهم بشكل جيد. وبالتالي قدرنا نصدر احكام عليهم لها علاقه بمستوى الكفاءه التي يقدمون. عشان كده نقدر نقول مثلا وانا بكلم حضرتك برغم ان انا حزب مش موجود في قائمه المرشحين، لكن الاربع مرشحين لو قرينا بياناتهم لم يخرج عن اي مرشح منهم اي حديث عن تضييقات تتعلق بعرض رؤى، عن فرص لتعزيز مكانته لدى الجماهير تم سلبها منه. لا، الكل أشاد بالحالة. الشركة المتحدة وهي طبعاً إعلام خاص كونها تدي لكل مرشح 100 دقيقة مجانية وانت حضرتك وانا عارفين تكلفتك دي طبعاً بادرة مهمة جدا. القنوات الأخرى إنها تتيح فرص أمام حملات المرشحين وأمام ممثليهم لعرض كل أفكارهم بأريحية تامة ودون محاولة لاصطناع ما يسمى بالدعاية السوداء. يعني ما شفناش أي قناة بتستدعي ضيوف عشان تنال منهم لصالح حملة من الحملات. لا، كان في مساواة، اعرض بحيادية وأريحية كاملة. حتى تقارير منظمات المجتمع المدني اللي بعضها بيبقى طبيعته قاسية في عمليات التفريد كان في محاولة للبعد عن ده عشان ما يتحولش ده إلى شكل من أشكال الدعاية السوداء. وبالتالي المشهد
ادى ثقه كبيره للناس، عشان كده الناس استجابت لهذا المشهد. احنا بنتكلم عن استجابات وطنيه واسعه جدا من المواطنين، لا يمكن باي حال من الاحوال نقول ان في قوه منظمه حركتهم الى صناعيق، لا، ما حركهم هو ضميرهم وانتمائهم الوطني وثقتهم ان هذه العمليه غير ما سبق من عمليه. استاذ عبد الناصر، نقدر نقول ان الانتخابات الرئاسيه الحاليه 2024 بالتعدديه الحزبيه اللي موجوده فيها، نقدر نقول ان هي انعشت الحياة الحزبية في مصر أو ستنعش الحياة الحزبية في مصر في المستقبل القريب بشكل مختلف ومغاير تماما للواقع اللي عشناه قبل كده؟ أنا معاك تماما، وعايز أقول لك إن ده مش من دي مش بدايته، بدايته كانت 2020 بعد التعديلات الدستورية في 2019. من يقرأ المشهد هيكتشف إن البرلمان المصري نسبة 87% من أعضائه ممثلين لأحزاب سياسية. و13% مستقلين، ودي أول مرة على فكرة في تاريخ مصري بأكمله من تاريخ عودة التعددية الثالثة في 71 لحد النهاردة نلاقي المستقلين أقل من الحزبيين. تمام. نمرة 2، عندنا حاجة تجربة بتتنامى من 2015 اسمها الائتلاف الوطني. إننا بنخش بقائمة وطنية موحدة للانتخابات، والقائمة دي قائمة سياسية، يعني بتجمع كافة الأطراف بغرض الوصول إلى البرلمان، وبعدين نتفرق كل ندافع عن أفكار. النهاردة عندي زي حضرتك ما تقول 75% من مرشحي الرئاسة هم مرشحين ممثلين لأحزاب سياسية، 3 رؤساء لأحزاب سياسية ومرشح واحد مستقل. الأحزاب المناصرة لحملات المرشحين قامت بحملات دعاية كبيرة جدا، ولولا اننا في لحظة الانتخاب نفسها انا ان شاء الله بعد كده اقدر اقول لك كل مرشح كان وراه كم حزب، والاحزاب دي كمان مارست دعاية شكلها ايه، وعملت غرف عمليات وتواصلت على الارض بمؤتمرات عاملة ازاي. يقينا الدولة المصرية مدركة لقيمة الحزبية والحوار الوطني، عشان بس نقول كمان ان طبعاً من الحاجات المحطات المهمة جدا اللي خلت المشهد اللي وصلنا له النهاردة بهذا الزخم وهذه الصورة الجيدة، كان الحوار الوطني اللي كل الأطراف شاركت فيه على قدم المساواة. كل الرؤى طرحت على موائد الحوار، كل الأفكار مهما كان درجة شذوذها النظري سمح لها أن تطرح، سمح لها أن تدلل على قيمتها علشان تناقش. لجان الخبراء تعاطت مع الجميع، مؤسسة الرئاسة قالت انها ملتزمه بنتائج هذا الحوار الذي سيصدر عن الاحزاب والقوى السياسيه والمجتمعيه المختلفه، وستصبح نصائحه وتوصياته قيد التنفيذ مباشره. وشفنا ان يعني انا مثلا من ضمن الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها ان اول توصيه صدرت من الحوار الوطني صدرت في مارس الماضي، استجابت لها مؤسسه الرئاسه بعد قد ايه؟ بعد 9 دقائق. يعني البيان صدر عن مجلس امناء الحوار الوطني بعد 9 دقائق، الصفحه الرسميه لرئيس الجمهوريه اعلنت الاستجابه المطلقه لهذا المطلب. انت كمواطن محتاج ايه اكتر من كده؟ بالزبط. حتى لو عندك ازمات، الطبيعي في اي دوله انها تكون فيها ازمات وتحديات، التحديات دي المشاركه دي هي اول خطوه لمعالجتها. طيب اخيرا علشان اختم مع حضرتك، يعني عايز توقعات حضرتك للنهارده المشاركه هيكون شكلها ازاي وبكره، والرسائل اللي المصريين بيرسلوها للعالم كله من ورا مشاركتهم بالشكل الكبير اللي احنا شفناه امبارح والنهارده، ايه هي الرسائل؟ خلينا اقول لك ان انا متفائل جدا بالمشهد من بدايته مع تصويت مصريين الخارج وبما اظهره المصريين في الداخل امس وفي الاربع ساعات الاولى من التصويت اليوم، اللي هو حسب بيان الهيئه الوطنيه استمرار للمشهد الامس في تدفق عالي جدا. أنا مريت على عدد من اللجان قبل ما أجي لحضرتك، حالة الاحتشاد الشعبي الموجود على الأرض كما هي، حالة التآلف والتعامل بفرحة مع الانتخابات من قبل المصطفين أمام اللجان حالة غير مسبوقة، لا تلاسن ولا في نوع أنواع من النزاع، بالعكس المراقبين الدوليين والمراقبة المحلية الموجودة كلها تشيد بهذا المشهد. الأطراف الدولية المختلفة أعتقد أن أصوات المصريين وإرادتهم في الأيام الماضية حتى من كانوا على خصومة أو بيترقبوا المشهد للنيل منه أخرسهم إقبال المصريين. وبالتالي تعامل الدولة المصرية أعتقد في الفترة الرئاسية المقبلة مع المجتمع الدولي ومع التحديات والقضايا المختلفة هيكون أكثر أريحية بكثير، لأن الاصطفاف الوطني خلق نوع من التماسك داخل المجتمع من الصعب تخيل إمكانية يعني حدوث حالة من حالات الانشقاق أو التكسر داخله خلال المدى المرئي والمنظور. وبالتالي أنا بقول للمصريين كملوا، أنتوا بالفعل بديتوا تمتلكوا إرادة حقيقية لصنع مستقبلكم اللي أنتوا عايزينه. تماسككم ده إحنا سعداء جدا بيه، مش العكس.
اقبالكم على المشاركة مش بس تحديد لاسم رئيس الجمهورية، هو دفاع عن وحدة هذا الوطن وتماسكه وتحدياته. الفرصة في ايديكم لحد دلوقتي، مفيش اي معوق، مفيش اي قيد على حضرتك امام اللجان. الهيئة الوطنية مستجيبة بشكل كبير لدرجة انها ضخت عدد من القضاة من الامن لزيادة عدد اللجان عشان التيسير على حضرتك. وبالتالي انا شايف ان كل العوامل بتقول انزل وشارك. بالظبط، ننزل ونشارك لان دي مسؤوليتنا. يعني انا بشكر حضرتك الحقيقه على يعني هذا التحليل الراقي والممتع، الاستاذ عبد الناصر قنديل الامين العام المساعد لحزب التجمع. شاكر لحضرتك يا جماعه، شكرا لك. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا بتيجي للي بيسعى تنادينه، وفي أجمل صورة نخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون. هي مشاهد مبهجة من صباح اليوم وحتى الآن، كاميراتنا موجودة في كل مكان في مصر، في كل محافظات مصر، علشان ترصد لحضراتكم المشهد على الأرض، إيه اللي بيحصل من صباح اليوم وحتى الآن. خلونا ناخد مع حضراتكم جولة مع مراسلين من كل محافظات مصر. هنبدأها مع حضراتكم مع زميلي العزيز رامي محمد من الشرقية علشان يقول لنا إيه الجديد وإيه اللي بيحصل عنده في الشرقية. رامي مساء الخير، وطمنا على الوضع عندك في الشرقية، إيه اللي بيحصل من الصبح لغاية دلوقتي؟ مساء الخير زميلي العزيز أحمد، مساء الخير على كل متابعي سي بي سي. من محافظة الشرقية وتحديدا من إحدى اللجان الفرعية التابعة لمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات، واستمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثاني من ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية. إذا تحدثنا عن ماراثون الانتخابات والمشهد الانتخابي بمحافظة الشرقية خلال اليومين وبشكل عام، منذ أن دقت الساعة 9 صباحا فتحت أكثر من 1016 لجنة فرعية وأكثر من 89 مركزا انتخابيا أبوابهم لاستقبال أكثر من 4,699,000 مواطن من لهم حق التصويت والكتلة التصويتية هنا في محافظة الشرقية. هذه الأرقام
تعكس اجتهاد كبير واستعدادات كبيرة من قبل محافظة الشرقية لانطلاق هذا العرس الديمقراطي. نتحدث عن الحالة الأمنية من وجود ارتكازات أمنية بالخارج، وأيضا تواجد لحالة أمنية بأغلب المقار الانتخابية، وأيضا وجود لأماكن الاستفادة الناخبين سواء بالخارج أو مظلات في الداخل، وهناك عدد من اللافتات الإرشادية لتوجيه الناخبين إلى مقار الاقتراع واللجان الخاصة بهم. وإذا انتقلنا إلى أيضا وجود مشهد آخر مهم جدا، وهو الحالات الإنسانية، وجود لعدد من الكراسي المتحركة أيضا من لهم حق التصويت من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من ذوي الهمم. هناك كراسي متحركة وأيضا مساعدات تقدم لهم للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي. وإذا تحدثنا أيضا عن هذا المشهد الكبير، هناك ركن مهم وزاوية مهمة، وهو الوافدين وأيضا المغتربين بهذه المحافظة. نتحدث عن 10 لجان فرعية في هذه المحافظة مخصصة للمغتربين والوافدين، تحديدا في عدد من المدن القرى الصناعية. نتحدث عن العاشر من رمضان، نتحدث أيضا عن بلبيس وغيرها من المدن وأيضا الدوائر الخاصة بمحافظة الشرقية. هذا هو المشهد، وإليك أحمد الكلمة. يعني أنا الحقيقة بشكرك على الرصد والمتابعة زميلي العزيز رامي محمد من الشرقية، بشكرك شكرا جزيلا. أيضا نروح للأليوبية، محافظة الأليوبية، نشوف إيه اللي بيحصل من هناك مع زميلنا العزيز محمد سعيد. محمد، لو تطمنا إيه الأخبار عندك، إيه اللي بيحصل؟ اتفضل. اهلا بكم مشاهدينا، برحب بكم مره ثانيه من قريه الزاويين بمركز شبين القناطر بمحافظه الأليوبية. ما زالت العمليه الانتخابيه الحقيقه مستمره، وكثافات كثيره الحقيقه من اهالي القريه اللي بيتوافدوا على مدرسه الزاويين الابتدائيه للمشاركه في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024. الحقيقة أعداد كبيرة هحاول أيضا نستعرضها بالصورة من السيدات، ما زالت سيدات القرية الحقيقة والنساء المصرية الحقيقة دايما بتسطر ملحمة كبيرة جدا في كل الانتخابات وفي كل المشاهد الانتخابية والاستحقاقات اللي بيكون فيها محتاجين صوت المصريين يكون موجود ويعبروا عن رأيهم وعن مشاركاتهم. الحقيقة أعداد كبيرة هي موجودة هنا في الطوابير وصولا إلى رائع، ما فيش اي معوقات او حاجه تعوق الامور الانتخابيه خالص باي شكل. ولكن احنا كمان حابين نوضح ان احنا كل المجتمعات الريفيه المصريه اللي احنا متعودين عليها وعارفين دايما ان كل في اي قريه بيكون كل الناس يعرفوا بعض بشكل كبير جدا، جميع اهالي وجيران، وبالتالي ده كمان بيضفي حاله من الفرحه والسعاده، وكله بيساعد بعضه. كمان بالنسبه للسيدات الكبار في السن او الرجال الكبار في السن بيكونوا موجودين، بيكون في مساعده ليهم كمان من الشباب او من السيدات. احنا ربما ان احنا المكان اللي احنا واقفين فيه هو في الممر الدخول للجنه، وبالتالي احنا لحد ما بنحاول نتحرك بنساعد المواطنين هم يدخلوا، ولكن احنا حبينا نوصل للنقطه دي ان احنا ننقل الصوره بشكل قريب جدا من اللجنه. احنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين الامور داخل الممر ده، ولو احنا حاولنا ندخل اكتر جوه هيكون الامور صعبه كمان حتى تقنيا انها تكون موجوده بشكل كويس كصوت وصوره. فاحنا الحقيقه دي كانت الصوره اللي حبينا ننقلها لكم هنا من مركز شبين القناطر بمحافظه الأليوبيه، وتحديدا امام مدرسه الزهويين الابتدائيه. برجع لكم مره ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد سعيد من الأليوبية، شكرا جزيلا للرصد والمتابعة. خلونا نرجع للقاهرة ونشوف ايه اللي بيحصل في القاهرة بالتحديد من البساتين، زميلنا العزيز محمد الجباس. محمد، لو اطمنا ايه اللي بيحصل عندك، البساتين اخبارها ايه برضو من الصبح لغاية دلوقتي؟ مشاهدينا، بتستمر تغطيتنا المستمرة لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، يعني استحقاق دستوري هو الأهم،
هنا في لجنة الشهيد أحمد بدوي التابعة لحي البساتين بمحافظة القاهرة. اللجنة شهدت إقبال كثيف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى، يعني وتحديدا منذ الساعة 9، وكما يظهر في الصورة خلفي يستمر الإقبال الكثيف على هذه اللجنة، خاصة لأنها تشمل لجنة خاصة بالوافدين، فلذلك شهدت إقبال كثيف، بالإضافة إلى 4 لجان فرعية يعني يغطون هذا الحيز العمراني، حيث محافظة القاهرة بها كتلة تصويتية يعني هي الأعلى 8,236,000 ناخب وناخبة موزعين على 961 لجنة 961 لجنة فرعية ب 444 مركز انتخابي و 45 لجنة عامة، بالإضافة ل 58 لجنة تخص الوافدين. يعني المشهد هنا إقبال كبير من السيدات والشباب والشيوخ، بالإضافة يعني اللي رصدناه الأسر اللي أتت للتصويت بصحبة أطفالهم لحثهم على المشاركة الإيجابية والفعالة في استحقاق دستوري هو الأهم. يعني خليني كمان أتواجد يعني أتحدث عن التواجد الأمني خارج المقار الانتخابية وداخل المقار الانتخابية بشكل مكثف لتأمين العملية الانتخابية، بالإضافة للفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة لتأمين حدوث أي طارئ قد يحدث خلال اليوم الثاني للعملية الانتخابية. مستمرين في تغطياتنا المستمرة لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من هنا من حي البساتين. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد الجباس من القاهرة بتحديد من البساتين. خلونا نروح للجيزة وزميلي العزيز عمرو موسى، كنا معاه من صباح اليوم، عايزين نطمن على الوضع دلوقتي، أخباره إيه اللي بيحصل عندك يا عمرو؟ اتفضل. تحياتي لحضراتكم مجددا من هنا من محافظة الجيزة، وتحديدا من أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، حيث نستعرض مع حضراتكم ونتابع مجريات سير العملية الانتخابية في يومها الثاني. هذه العملية التي انطلقت في يومها الثاني في تمام الساعة 9 صباحا دون تسجيل أي مشكلات أو عوائق، وشهدنا في صباح هذا اليوم إقبال منقطع النظير تحديدا من الفتيات والشباب، الفتيات والشباب الذين يصوتون للمرة الأولى في هذه الانتخابات بعد بلوغهم السن القانونية. أجواء احتفالية هنا بمحافظة الجيزة خاصة لممارسة هذا العرس الانتخابي، حيث تتوافد الأعداد تباعا منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الآن، حيث نشاهد مختلف الفئات العمرية، وملاحظ أيضا حضور الأسر المصرية مصطحبة معها أبنائها لممارسة العملية الانتخابية. محافظة الجيزة بالتأكيد استعدت بصورة جيدة لهذه الانتخابات، وحيث تابعنا في عدد مختلف من اللجان بمحافظة الجيزة التجهيزات الخاصة باللجان لتسيير عملية دخول وخروج الناخبين في هذه الانتخابات. العملية الانتخابية التي لا تستغرق منذ الدخول وحتى الخروج أكثر من دقيقة واحدة للناخب الواحد. هنا بمحافظة الجيزة عدد مختلف أيضا ومتنوع من اللجان، بنتحدث عن 457 مركز انتخابي بواقع 754 لجنة، وأيضا الكتلة التصويتية الخاصة بمحافظة الجيزة تبلغ حوالي 6,234,318 ناخب. الانتخابات في محافظة الجيزة تتم بسهولة ويسر وفي أجواء احتفالية في مختلف اللجان، حيث تفقدنا منذ الساعة 9 صباحا عدد مختلف من اللجان سواء المتواجدة بنطاق منطقة الدقي أو المهندسين أو شارع السودان أو أيضا مركز كمراكز أبو النمرس في محافظة الجيزة. هنتابع مع حضراتكم التغطية المستمرة لهذه الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تنتهي مجرياتها بإذن الله غدا في تمام الساعة 9 مساء. على مدار اليوم هنتابع مع حضراتكم ونرصد أي جديد في هذه العملية الانتخابية. حتى الآن لم يتم تسجيل طبقا للهيئة الوطنية للانتخابات أيضا أي مخالفة في محافظات الجمهورية المختلفة. عودة إلى الاستوديو مرة أخرى إن كان لدى حضراتكم أي سؤال أو استفسار. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز عمرو موسى من الدقي من محافظة الجيزة، شكرا ليك وشكرا لكل الزملاء المراسلين على الأرض لرصدهم الصورة بهذا الشكل الواضح.
طبعا خلونا نتكلم عن جزئية هامة، وهي جزئية المتابعة من المنظمات سواء الدولية أو منظمات المجتمع المدني بشكل عام لمراقبة ومتابعة العملية الانتخابية المصرية. حقيقة عدد كبير من السفارات تم اعتمادها، وتم اعتماد عدد 67 دبلوماسي مثلا، تم اعتماد 14 منظمة دولية، صدر تصريح ل 220 متابع لمتابعة هذه العملية الانتخابية، تم تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني، صدر تصريح ل 22,340 متابع. العديد والعديد من الإجراءات بخصوص المتابعة للعملية الانتخابية. خلونا قبل ما نرحب بضيفتنا الموجودة معنا في الاستوديو، بينضم لنا من محافظة اسكندرية زميلي العزيز محمد الخطيب علشان يرصد لنا الوضع من هناك. محمد برحب بيك، ولو تطمنا على الوضع من محافظة اسكندرية تفضل يا محمد. يعني الوضع في محافظة الإسكندرية بالفعل يعني مشهد الانتخابي في غاية يعني الروعة وفي غاية الالتزام والانتظام والترتيب. يمكن من دقائق كان في وفد من ائتلاف نزاهة لمتابعة العملية الانتخابية، واللي أكد أن العملية الانتخابية في محافظة الإسكندرية بتسير بشكل منتظم جدا، وكان ليه يعني بعض يعني الملحوظات، وهو مشاركة كبيرة من الشباب والسيدات والرجال والرجال وكبار السن. في الحقيقة ده كان ملفت ليهم جدا، أنه من الصباح من الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية يكون هناك مشاركة كبيرة من جميع فئات الشعب المصري ومن جميع الأطياف. يمكن ده فيما يخص ائتلاف نزاهة اللي بيزور حاليا المقر اللي أنا أتواجد فيه، وهو مدرسة محمود سامي البارودي بمحافظة الإسكندرية. لكن الوضع المشهد الانتخابي هو مشهد ممتاز جدا. الساعات الأولى يعني كانت هناك بداية قوية وحضور قوي من جميع أطياف الشعب المصري، مزيج كبير من المرشحين، عفوا من الناخبين المصريين الذين كان ليهم يعني حرص كبير أنهم يكونوا موجودين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير. احنا بنتكلم على كتلة تصويتية كبيرة في محافظة الإسكندرية، بنتكلم على أكثر من 4,300,000 ناخب كتلة تصويتية لا يستهان بها، موزعين على 18 لجنة عامة. بنتكلم على أكثر من 340 مركز انتخابي وأكثر من 530 لجنة فرعية، ده بالإضافة طبعا إلى لجان المغتربين اللي بيصل عددها إلى 36 لجنة خاصة للمغتربين، علشان طبعا يعني محافظة الإسكندرية من المحافظات التي طبعا تستقطب عدد كبير من المصريين للعمل فيها، وبالتالي هناك يعني شريحة كبيرة من المصريين اللي بيشتغلوا فيها. فطبعا مش من الضروري انه كل واحد يعني يدلي محمد يعني بصوته في المحافظة التي ينتمي اليها، لكن طبعا ممكن يشارك في الانتخابات. انا خليني بس للزخم في الاحداث يا محمد، معلش انا مضطر اقطعك بعد اذنك. وشكرا، بشكرك شكرا جزيلا على الرصد والمتابعه زميلي العزيز محمد الخطيب من محافظه اسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا، وهتابع معاك باستمرار ان شاء الله للرصد الوضع. خلونا نكمل كلام عن المنظمات الحقوقيه والدوليه ومنظمات المجتمع المدني الدولي مع ضيفتنا الكريمه في الاستوديو الاستاذه ايه حمدي الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اخرناكي وبنعتذر على هذا التاخير، لكن يعني في الكثير والكثير من الأحداث، ويعني الناس عايزة تشوف إيه اللي بيحصل على الأرض في مختلف لجان محافظات الجمهورية. خلينا نتكلم عن المتابعة الدورية اللي بتحصل لمتابعة ورصد العملية الانتخابية المصرية. إزاي أنتوا كمركز مصري للفكر والدراسات الاستراتيجية رصدتوا هذا المشهد وحللتوا متابعة المنظمات دي للعملية الانتخابية؟ في الحقيقة خليني أقول لحضرتك أن في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية منذ بدء العملية الانتخابية فكان في متابعة ورصد للأحداث، سواء كان بالانتخابات المصريين بالخارج أو حتى باليوم الأول بالداخل. فيعني تم رصد أن حشود كبيرة جدا في اللجان الانتخابية، يعني حتى قبل بداية الموعد المحدد لفتح اللجان قبل 9 صباحا، فكان في حشود كبيرة جدا. لم يتم رصد أي مخالفات في اللجان الانتخابية، يعني حتى ليست مخالفة، ولكن ما تم رصده أنه كان يوجد تكدس كبير للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتم يعني الدفع بصناديق اقتراع إضافية وقاضي لكل قاضي احتياطي يعني في اللجان الانتخابية. مظبوط. كمان شفنا وزارة الصحة على سبيل المثال
كان في هناك سيارات الإسعاف 1700 سيارة إسعاف موجودة كمان في حوالين اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون اللي بينها وبين الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير الدعم التقني والفني، بالإضافة كمان في يعني دايما احنا كنا بنشوف الانتخابات الرئاسية السابقة ان دايما كان الريف فيه توافد كبير قوي للناخبين في الريف، لا احنا رصدنا امبارح يعني كان في تنافس بين الريف والحضر سواء في المدن الريفية او المدن الحضرية، كان في زخم كبير جدا. كمان رصدنا ان دايما المرأة يعني كان في اعداد كبيرة في الريف مقارنة بالحضر، بينافسوا الحضر على مين اقوى ولا ايه الجملة؟ يعني الريف دايما في الانتخابات الرئاسية السابقة كان بيبقى الريف اكثر أقل. لا اكثر اكثر في الـ في الـ في العملية مظبوط، ولكن الحضر كمان لا يعني بقى في فكرة اللي هو ان كلنا يعني على قلب رجل واحد سواء شباب المرأة كمان، يعني دايما برضو كنا بنشوف ان المرأة بما انها هي يعني بدافع العاطفة فدايما هي تجمع الأسرة للانتخاب، لا كمان شفنا امبارح كتلة كبيرة جدا من الشباب للتصويت، وده حقيقة يعني ده بسبب الوعي اللي يعني من خلال الفترة اللي فاتت كلها سواء بقى بالمبادرات الشبابية سواء بتنسيقية شباب الأحزاب اللي كان فيها يعني فيها 27 حزب، كان في فرصة كبيرة قوي للمبادرات الشبابية، فكل ده شكل الوعي ان احنا دلوقتي كلنا على كله بيشارك بالظبط مظبوط. طب رصدتوا ازاي بقى المشاركة من مختلف الفئات يا أستاذة آية؟ يعني شباب حضرتك قلتيها دلوقتي، شفتوا مرأة ازاي، شفتوا كبار سن ازاي، شفتوا ذوي الهمم ازاي، يعني مختلف الفئات لو تشرحي لنا شفتوا ازاي. زي ما بقول لحضرتك يعني احنا في مجتمع مصري بيمثل الشباب فيه اكتر من 60% والمرأة فيه بتمثل اكتر من 48%. كمان شفنا ذوي الهمم وازاي كمان التيسيرات اللي كانت موجودة ليهم في اللجان الانتخابية، والاول مرة يكون في بطاقة اقتراع ليهم بطريقة برايل، بالإضافة إلى التسهيلات والتيسيرات اللي كانت موجودة من قبل المتطوعين في اللجان الانتخابية لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم. لو بتكلم على مثلا الكبار السن فكان في مساعدة من قبل برضو المتطوعين بمساعدتهم إن هم يدخلوا اللجان الانتخابية، كمان كان في تهيئة للإجراءات اللي هي الداخلية في اللجان زي مثلا إن الصناديق الاقتراع متواجدة، زي مثلا إن الحبر الفسفوري موجود، يوجد امرأة في كل لجنة انتخابية، يوجد حاجز أو ستار يعني عشان الناخب يدلي بصوته بحرية تامة. كل هذه الحاجات كانت تم رصدها بالأمس. أبرز المشاهد الوطنية لو نقدر نقول عليها اللي رصدتوها امبارح خلال مشاركة الأمس ومشاركة اليوم؟ في الحقيقه يعني بدايه من زي ما قلت حضرتك 9 صباحا او ما قبل 9 صباحا والنهارده برضو يعني لقينا زخم كبير قوي للناخبين في اللجان الانتخابيه، وكمان يعني مع العلم ان هي ايام عمل ورغم ذلك في اقبال كبير. كمان المشهد حقيقه مبهر، يعني اثبتنا للعالم ان المواطن المصري اصبح يعي جيدا ما يمر به الوطن، سواء كان تهديد للأمن القومي أو هناك حرب غزة، فكرة التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. وعي المواطن بكل ما يدور حول الوطن بالضبط. يعني أدركنا تماما أن الانتخابات الرئاسية 2024 في هذا الوقت الحالي هي انتخابات مهمة، يعني والشعب المصري يعني عنده العلم الكافي بأهمية هذه الانتخابات، لذلك وجدنا هذا الإقبال التاريخي. حضرتك كمركز مصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وكلمتي دلوقتي عن أن النهاردة يوم عمل مظبوط، شفتوا ان ايام العمل بما ان الانتخابات حصلت في ايام عمل اثر على العمليه الانتخابيه من حيث الكتله التصويتيه اللي المفروض كانت تنزل؟ في الحقيقه هو يعني لم يؤثر، لان انا عندي من الساعه 9 صباحا للتاسعه مساء سواء في يعني بعد اوقات العمل يعني مثلا الموظفين او هكذا بعد الساعه 2 او بعد الساعه 3 بلاقي ذروه في مثلا هؤلاء مثلا الموظفين، فبلاقي مثلا قبل الساعه 9 صباحا مثلا ممكن الكبار السن او من ذوي الهمم
او برضو الشباب ايضا. فبصراحة لا، ما وجدناش ان في تأثير على ذلك، بل بالعكس يعني انا شايفة ان المصري يعي تماما اهمية هذا الادلاء بصوته، انه حق انتخابي كفله له الدستور ويحميه القانون، فهو يعني قادر ان هو انا لازم ابدي برأيي حتى لو كان يعني. احنا شفنا برضو الانتخابات في الخارج كان عندهم يعني معوقات كتيرة، ولكن وجدنا برضو اقبال كثيف مظبوط. زي مثلا البرودة الطقس، زي كان عندي برضو المسافات، بعد المسافات كان هم برضو عندهم اوقات عمل، ولكن رغم ذلك طبعا المواطن المصري دائما يعي اهمية هذه المشاركة السياسية. يعني قصد حضرتك ان المواطن المصري في الانتخابات في الداخل قدر ان هو يقسم وقته بحيث ان خلاص بقى عارف ينزل امتى، بما ان ده يوم عمل، انا لو عندي شغل الصبح بدري انا هنزل قبل الشغل، خلصت شغلي هنزل بعد الشغل، عايز اريح شوية انزل بالليل، فبقى في تقسيم لليوم بحيث ان هو يقدر ينزل في اي وقت، وده اللي انتوا رصدتوه. مظبوط. وكمان يعني احنا شفنا مثلا الشخصيات العامه والفنانين، برضو بالامس كان هناك فنانين كتير وشخصيات عامه كتير جدا، والاحزاب الداعمه للمرشحين للمترشحين كمان نزلوا بشكل كبير جدا لدعم مرشحيهم. بالاضافه كمان يعني وجدنا منظمات المجتمع المدني، كل ده كان يعني بالامس بصراحه، والنهارده كمان، واعتقد ان هو هيكون تكمله للغد كمان يعني. طالما شاهدنا في اليوم الاول هكذا واليوم الثاني هكذا، فبالطبع في اليوم الثالث اعتقد هيكون اكثر فاكثر يعني. رصدت اسر يا استاذه ايه نازله باكملها علشان تدلي بصوتها، الاب والام مصطحبين معاهم ولادهم علشان يعرفوهم ايه هي العمليه الدستوريه، حقهم في الدستور ايه، رصدت المشهد ده؟ مظبوط. يعني مثلا لو انا بتكلم برضو في الخارج، فاحنا رصدنا هذا المشهد، وبالداخل ايضا يعني دائما ما نلاحظ هذا المشهد، دائما ما نلاحظ كبار السن، دائما ما نلاحظ الاسره المصريه، لان هي على قلب يعني. يعني انا بصراحه شايفه ان المشهد الانتخابي في 2024 هو بمسافه كان رهان، يعني كان رهان على وعي الشعب المصري، ودائما الشعب المصري ما يكسب الرهان حقيقه. يعني على الرغم من زي ما قلت لحضرتك التحديات اللي حوالينا، وعلى الرغم من ان في ناس ومشككين مثلا على نزاهه الانتخابات، بل بالعكس الشعب المصري نزل واثبت ان هناك نزاهه، انا لازم اوصل صوتي ايا كان للمرشح اللي انا بختاره، بس انا هوصل صوتي علشان ادعم دولتي. انا شايفه ان وجود المرشح الفائز يعني ده هيدلي او هيدي عهد بان انا فوضت هذا الشخص او ادليته بصوتي لمواجهه بقى هذه التحديات الاقليميه او العالميه، سواء مظبوط اللي بقى عند المواطن وادراكه بالتحديات اللي بقت تواجه الوطن حواليه. مزبوط. توقعات حضرتك للنهارده والبكره هيكون شكلها عامل ازاي، وانتوا كمركز مصري للفكر؟ احنا يعني في الحقيقه زي ما قلت لحضرتك احنا بنرصد بشكل دائم، بدايه من قبل حتى 9 صباحا وتوافد الناخبين اللجان الانتخابيه، فوجدنا يعني امس حتى كان فوق ما كان متوقع ايضا، واعتقد النهارده كمان هيكون بنفس شكل امبارح او اكثر، واعتقد ان بيكون اخر يوم بقى اللي هو دائما المصريين ما يعني ينتظرونا للاخر يعني، فاعتقد ان غدا برضو سوف يكون مشاركه شعبيه قويه جدا يعني ان شاء الله. أخيرا يعني خلينا لو هنتكلم على رسائل حابة توجهيها للي لسه ما اتحركش، اللي لسه ما نزلش بس لسه شايف المشهد يعني، وبيفتح التلفزيون وبيتفرج على المشاهد الموجودة قدامنا على الشاشات للتوافد والاحتشاد الكبير أمام اللجان وتصويت المصريين امبارح والنهارده، تقولي ايه اللي لسه ما نزلش، اللي لسه ما قدلاش بصوته؟ أنا شايفة إن احنا يعني ده حقك الوطني، إن أنت لازم كناخب تنزل وتدي صوتك، أنت كمصري لازم يعني تعمل ده أقل حق يعني دستوري تقدر تعمله. فكرة إن أنا عندي وقت مباح مثلا كبير من 9 صباحا ل 9 مساء، فأنا عندي في أي وقت. فكرة توفير اللجان الانتخابية حتى اللجان الوافدين، يعني مشكورا للهيئة الوطنية للانتخابات وفرت لجان الوافدين عشان لو أنا مثلا في محافظة غير محافظتي، فبالتالي عندي سهولة كمان أن أنا أروح وأدلي بصوتي فيه. دي رصدتوها إزاي يا أستاذة إيه؟ برضو أنا حابب أن أنا أستفيد معك في الجزئية دي. لجان الوافدين برضو كانت من الجزئيات المهمة اللي سهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات بأعداد كبيرة في مختلف المحافظات. انتوا برضو كمركز فكري مصري للفكر والدراسات رصدتوا المشهد ده ازاي واللي كان دي منتشره؟
مظبوط. هو يعني مثلا احنا بنقول ان احنا عندنا في القاهره بيبقى نسبه الناس مثلا من الاقاليم كبيره، فبالتالي دخول الوافدين في او توفير للوافدين لجان انتخابيه مختلفه وقريبه منهم، يعني كان في اكتر كمان من منطقه وليست مثلا محصوره في مكان معين، لا ده في اكتر من منطقه فيها لجان وافدين، فبالتالي سهلت او يسرت العمليه الانتخابيه. يعني حتى لو اي حد مثلا وكان عليها اقبال فعلا. مظبوط مظبوط، لان الناس مثلا مش هتسافر محافظه ثانيه، هيبقى مثلا لو في صعوبه بتواجهها او عنده مثلا عمل او دراسه، يعني احنا مثلا بيكون في شباب الجامعات مثلا واحنا دلوقتي في وقت بيكون في امتحانات وما الى ذلك، فبالتالي انا لو عايز ادلي بصوتي هروح لجنه من لجان الوافدين وبكل سهوله انا هطلع البطاقه وهدلي بصوتي. فكان في فعلا تسهيل وتيسير العمليه فعلا بشكل كبير جدا يعني من هذا الاتجاه. يعني قصد حضرتك الامور كلها بقت سهله وبسيطه، ما كانش في اي تعقيدات، اي حد عايز يدلي بصوته انت مغترب صحيح سهل عليك. صحيح، بالاضافه للهيئه الوطنيه للانتخابات يعني وفرت اكتر من وسيله عشان استعلم على لجنتي، انا عندي مثلا اس ام اس، عندي طريقه ان انا اتصل بالدليل، عندي موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات بالزبط. ان انا ممكن اخش واحط بطاقه الرقم القومي ويظهر لي انا لجنتي في انهي مكان. وانا يعني ودايما اصلا وفرت اللجان الانتخابيه، انا عندي اكتر من 11 لجنه، اكتر من 11000 لجنه فرعيه، واكتر من 9000 محل اقتراع، فبالتالي في سهوله ووصول للجان الانتخابية يعني بتكون قريبة كمان من المكان السكني. هل أستاذة أية تعتقدي أن في رسائل من وراء مشاركة المصريين كانوا حابين أن هم يوصلوها للعالم لو نقدر نقول؟ أكيد أكيد. يعني أنا دايما بشوف أن مصر هي دورها محوري سواء في الشرق الأوسط أو في العالم. حتى بعد حرب غزة يعني كل العالم تأكد من ده. إحنا دايما متأكدين أن مصر هي دورها محوري، ولكن تأكد العالم أن مصر دورها محوري سواء هي بتواجه حرب السودان أو في مثلا حرب غزة، ومصر كانت من الدول اللي واضح جدا أن هي كانت المساندة للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين. فبالتالي يعني إحنا بنوجه رسالة أن إحنا المرشح القادم هو جاي بقوة شعبية كبيرة، بنقول له يعني اتفضل، يعني اتفضل شوف القضايا التي تهمنا جميعا ومن يعني تتخذ فيها إجراءات اللازم. طيب خلينا نشوف مع حضرتك واحنا على الشاشة دلوقتي يا أستاذة آية، دي جولة المراسلين الأجانب لمتابعة العملية الانتخابية في محافظة القاهرة دلوقتي، يعني دي معانا صور حية ومباشرة لجولة المراسلين الأجانب في محافظة القاهرة، برضو بيلفوا ويتابعوا وبيرصدوا، مستمرين في عملية الرصد والمتابعة، بيدخلوا اللجان بيشوفوا الدنيا ماشية ازاي. تفتكري بيسألوا المواطنين، بيسألوا المشرفين على اللجان، بيتكلموا مع القضاء، ايه اللي بيحصل؟ بيتابعوا ازاي المراسلين الاجانب؟ سواء كان الاجانب او المحليين، يعني الاثنين بيرصدوا يشوفوا هل في اي مخالفات ممكن تكون تمت، هل في اي عوائق بتواجه الناخبين. كل ده بيتم رصده. وامس يعني جميع المراقبين المحليين او الدوليين لم يرصدوا اي مخالفات غير انه كان هناك تكدس في اللجان الانتخابيه، لان المواطنين يريدون ان يدلوا بصوتهم. وده زي ما قلت لحضرتك ان هو تم بان هو دفع يعني صناديق اقتراع اضافيه وقضاء وما الى ذلك، ولكن لم يتم اي رصد مخالفات سواء من المراقبين الدوليين او المراقبين المحليين. أنا بشكرك على كل هذا التحليل وهذا الرصد أستاذة آية حمدي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. من أهم مكاسب الانتخابات الرئاسية الحالية هي التعددية الحزبية، 4 مرشحين من خلفيات حزبية مختلفة، مرشح مستقل، 3 من خلفيات حزبية مختلفة، ده كان المشهد الأبرز في هذه الانتخابات، تنامي في دور الأحزاب السياسية الحقيقة بنشهده في هذه الانتخابات الرئاسية، واللي أعتقد هيكون لي تأثير في المستقبل القريب على كافة المشاهد في حالة الزخم السياسي اللي بنشهدها حاليا. للحديث أكثر عن هذه الحالة من التعددية الحزبية والزخم السياسي الحالي، شرفنا يكون معنا في الاستوديو ضيفي الكريم أستاذ هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام. أستاذ هشام، يعني خلينا نبدأ بقائمة المرشحين، 4 مرشحين خلفيات مختلفة تعددية حزبية، إزاي وصلنا للمشهد ده؟ خلينا نقول ان رحله الوصول للمشهد دي هي رحله يعني بدات من نقدر نقول من مؤتمرات الشباب
التي كان في رغبة من القيادة السياسية في مشاركة الشباب في العملية السياسية والاستماع إلى آرائهم وأكبر نسبة من المشاركة. اتطور الوضع ده بعد كده من خلال بقى يعني شفنا تنسيق الشباب الأحزاب السياسيين وبرنامج الرئاسي. بعد كده شفنا احنا بالنسبة لنا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ورغبة بقى من الدولة ان هي تسير وفق معايير عالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفق صورة علمية مدروسة. بعد كده شفنا رفع الحالة الطوارئ. وبعد كده شفنا قانون 2019 بتاع الجامعات الأهلية. شفنا التحالف الوطني. التحالف الوطني للجامعات الأهلية ده كان عمل مهم جدا ان هو نظرة الدولة للجمعيات والمشاركة الشعبية وأثرها في قرارات الدولة المصرية. ثم أخيرا بقى لنا سنة ونص في حالة سياسية كبيرة جدا الحوار الوطني. والحوار الوطني ده كان محطة يعني مهمة جدا في التاريخ المصري المعاصر، لأن في النهاية سمح المجال من خلال 19 لجنة في 113 قضية مع كل الأحزاب السياسية وكل التيارات بدأنا نشتبك مع حالة سياسية برامجية حقيقية. وهنا بقى بدأ يظهر توجهات الأحزاب بشكل كبير جدا والمشاركة الكبيرة والفعالة في هذا الحوار الوطني اللي بلور كتل سياسية وآراء مختلفة ومتنوعة بلا سقوف حمراء. وبدأنا بقى نشوف ان هو انفتاح للمجال العام بشكل كبير جدا والتعبير عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة. فكان زي ما تقول كده تجهيز البيئة السياسية عبر مرحلة متدرجة للحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي، ان هي بنقول بقى يعني ايه زي ما بيقولوا كده درة التاج، يعني اللحظة الحقيقية لانطلاق ديمقراطية مصرية حقيقية على أرض الواقع. حقيقة الأحزاب اللي نازلة دي أحزاب تقيلة، أيديولوجيات مختلفة، لها تمثيل في البرلمان ولها تاريخ. يعني كل مرشح من المرشحين بيمثل توجه حقيقي وكبير. يعني احنا مثلا لو شفنا المرشحين، السيد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا معروف زعيم مصر التاريخي ومواقفه في 30/6 وبناء الدولة المصرية ومكافحة الإرهاب ومواقفه الحقيقية اللي موجودة دلوقتي فيما يتعلق بملف غزة والأمن القومي المصري. نشوف المرشح فريد زهران من اليسار وهو بالنسبة له بيتمثل المعارضة الشرسة اللي هو بالنسبة له له آراء مختلفة تماما مع النظام، وكان الآراء دي معلنة واضحة. شايفين حزب الوفد القديم التاريخ اللي ليه عريق الليبرالية المصرية الوطنية اللي بيمثلها عبد السند يماما. وشفنا حازم عمر بيمثل مدرسة من المدارس اللي هي اللي موجودة ليها تصور من خلفية سابقة، وان هو بالنسبة له كان مستشار رشيد محمد رشيد وهو ليه آراءه الاقتصادية والسياسية الخاصة بيه، والشعب الجمهوري متواجد تاني حزب موجود في البرلمان. المشهد ده بيقول لك على الحقيقة ان انت امام تعددية حقيقية. لما جينا بقى عند الممارسة شفنا على الحقيقة ما يسمى بالعدالة الانتخابية وشفافية حقيقية. يعني شفنا الإعلام مغطي كل مؤتمرات المرشحين بشكل حقيقي. كل واحد قال برنامجه بشكل واضح ومحدد، لم يتدخل فيه أي حد بشكل واضح. النزول للشارع وعقد المؤتمرات كانت بحرية تامة لجميع المرشحين. وبيتوج الكلام ده دلوقتي عند الممارسة عند الصندوق، شايفين ان هو بالنسبة لنا كان من ثمرة الحوار الوطني المطالبة بالإشراف القضائي. وده تحقق، والهيئة الوطنية بقى بشكل النظام وشكل الانضباط والتسهيلات والالتزام القانوني. يعني انت دلوقتي انت بالنسبة لك في مشهد غير مسبوق في الدولة المصرية، احنا مش جايلنا اي شكوى، والمتابعين يا استاذ هشام اللي موجودين من كل مكان حوالين العالم جايين يرصدوا ويتابعوا العمليه الانتخابيه. مفيش حد قال ان عندنا اي شكاوى خلال اليومين اللي تم فيهم اجراء العمليه الانتخابيه. خلينا اقول لك ان انت بالنسبه لك لما بيكون عندك مشهد حقيقي ومشرف انت بتبقى فخور، وعشان كده انت بتقول للناس يعني اي حد عايز يجي يراقب يراقب يتفضل. صح، انا عندي عمليه سليمه ديمقراطيه حقيقيه منتظمه قانونيا. مفيش رغبه ان انت بالنسبه لك، بالعكس فضل. الرغبة السياسية بتقول ان احنا بالنسبة لك انت ايها المواطن احنا عايزين نسمع صوتك. احنا عايزين يعني عايزين مش 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 عايزين ديمقراطية شكلية. دي ديمقراطية حقيقية. صح. واحنا هنبني عليها توجهات في الدولة المصرية الجديدة. عشان كده ده صوتك مهم جدا ايها المواطن. ليه؟ لان انت بتشارك في عملية حقيقية. احنا ده بيقول لنا ان احنا بالنسبة لنا ان الدولة المصرية في وضع غير مسبوق، بتحلق في شكل دولة تانية بقى.
انت بقى بتتكلم على دولة لها شكل نظام سياسي شديد شديد الاحترام، شديد الانضباط، في مشاركة، في تعددية، في حرية رأي، فعملية لها شرعية كبيرة لان هي عملية مراقبة منضبطة. جمعيات حقوق الانسان المصرية كلها المعنية بالمراقبة شغالة، اللي جاي من بره بيراقب، مجال مفتوح للصحفيين، الاعلام والكاميرات في كل مكان، عملية منظمة. ده بيقول ايه؟ مصر بتتغير، مصر بتنطلق انطلاقة تانية. انت بقى ما تجيش تقول لي الدول المتقدمة التي فيها الديمقراطية وده شكلها. مصر بتقود الاقليم على الحقيقة كما عودتنا دايما. هي دلوقتي بتنطلق في نظام سياسي مبني بشكل حقيقي ومبني ليه جذور شعبية. واللي ابهرنا الحساسية في الشعب المصري، احساسه باللحظة الفارقة. هنتكلم بقى عن الجزئية دي، بس لازم ارجع على نقطة حضرتك ذكرتها، وهي تدرج الحياة السياسية في مصر في اخر 10 سنوات، وازاي اتدرجت مرورا بالحوار الوطني الى لحظة الانتخابات الرئاسية اللي احنا عايشينها دلوقتي، وجود 4 مرشحين من خلفيات مختلفة. خلينا نقول المشهد في المستقبل هيكون شكل الحياة السياسية في مصر هيكون شكله عامل ازاي؟ هل هتختلف تماما عما قبل؟ طبعا. انت دلوقتي بتتكلم في سياسة من اللي بجد بقى، زي ما بيقول يعني سياسة حقيقية. يعني انت بالنسبة لك توجهات سياسية حقيقية، الرئيس اللي جاي بشرعية حقيقية مفيش فيها اي لبس. الناس في الملايين في على صناديق الانتخابات ومن اول يوم زخم كبير جدا، فعملية سياسية لا تشبهها شائبة. فانت بتتكلم بقى على لما كنا بنقول في ثورة 52 العبارة اللي كانت محطوطة دايما، كنا حاسين كده ان هي قلقة ممارسة حياة سياسية سليمة. احنا نقدر نقول بقى دلوقتي ان هو دقان الاوان في الدولة المصرية لممارسة حياة سياسية سليمة. انا قصدي ده هيأثر على المحليات مثلا، في انتخابات محليات، في انتخابات مجلس نواب، في الشيوخ، هيأثر على كل ده بقى يا استاذ شيخ؟ ايوه طبعا. احنا دلوقتي خلاص اصبحنا دولة تؤمن بالتعددية والتشاركية، وان هو التمثيل الحقيقي للواقع السياسي عبر وسائل نضج ووسائل قانونية وتشاركية حقيقية. اذا كان ده عملناه في المنصب الاعظم والاخطر في الدولة المصرية، فما بالك بقى في الاقل؟ يعني انت بالنسبه لك اي حاجه بعد كده بالنسبه لها هيكون ده شكلها في اي مكان. انت حقيقي، قيمك حقيقيه، ما تعرضه للناس حقيقي. ده بيقول دوله حضاريه متقدمه، وهو ده دلوقتي تؤمن بمشاركه شعبها. الشعب بقى على مستوى من الوعي يستحق الان ان هو بالنسبه له ده حقه الاصيل ان هو يمارس حياه سياسيه حقيقيه. ده اللي انا شايفه في المشهد الحقيقي. خلينا بقى نتكلم عن المشهد اللي حضرتك يمكن تابعته امبارح والنهارده امام صناديق الاقتراع، وبره صناديق الاقتراع امام اللجان. يعني كان في اصطفاف للطوابير امام اللجان علشان الناس مستنيه من قبل ميعاد فتح اللجان انها تدلي بصوتها. المشهد ده شفته ازاي؟ قريته ازاي؟ حللت المواطن المصري ازاي؟ انا بصراحه يعني اللي انتابني لما شفت المنظر، خصوصا في الساعات الاولى، اولا حسيت بنوع من انواع الفخر. يعني انا بدات احس كده ان ايه، ان احنا ده المصريين، يعني المصريين جمال ودايما بيجوا في الميعاد. يعني مثلا في 30/6 في اللحظات الفارقه الوطنيه لما تيجي تحتاجهم او الدوله تحتاجهم. فانا حسيت بمشهد ان احنا كنا دايما بنراهن في العشر سنين اللي فاتوا. كان دايما السيد الرئيس كان يتكلم على الوعي كتير جدا، اتكلم عليها سيادة الرئيس، الوعي، الهوية، التماسك المجتمعي، الحوار، يعني الموضوعية. فانت بدأت تشوف مشهد، يعني كل الاحلام دي اللي كان بيحلم بيها السياسيين والمفكرين، يعني بدأت تشوف تتجلى المشهد. الله، ده احنا بالنسبة لنا ده احنا شعب راقي محترم واعي ايجابي. فانت تتخيل انت المشهد ده، الواحد سرح باحلامه لو انت يعني القياده دي وهيبقى معاها الشرعيه اللي هي مكتسباها من عمليه سياسيه مع الوعي ده، مع الوعي ده، مع الايجابيه دي. طب انت بالنسبه لك، انت بالنسبه لنا كده رايحين فين؟ يعني المشهد ده هيترسم ازاي؟ ما هو انت بتقول يعني ايه دوله متقدمه؟ ما هو دوله متقدمه ان هي بالنسبه لها اذا كانت منظمه ومرتبه، لديها قيادات حقيقيه قادرة على إدارة الدول، معها شعب واعي وإيجابي. يعني ده معناها أن الخطط ستنفذ. إحنا بالنسبة لنا عايزين ننضبط، عايزين نبقى عندنا إدارة محكمة. طب ما الكلام ده هيطلع إيه؟ ده الكلام ده هيطلع عظمة. يعني الدولة التنموية اللي ماشية بقى لو استمرينا بالنهج ده
واعتبرنا ان دي نقطة انطلاقة للمرحلة الجديدة، كلنا كشعب احنا بنتغير من المشهد ده، بنلون دولة تانية بشكل تاني. بعد ما كنا شبه دولة في 2013، دلوقتي احنا بنقول دولة تستحق الاحترام. القيادة السياسية والمؤسسات المصرية اللي هي قاعدت تشتغل على المشهد ده عشان نوصل للحظة دي ونحلق دي مؤسسات تحترم، لان هي بالنسبة لك خدت المشهد بالتدريج وبشكل مناسب لحد ما وصلتنا للحظة دي اللي هيتبنى عليها كتير في المستقبل. واحنا محتاجين الناس بنفسها تصدق نفسها ان انت في مصر على الحقيقة، وانت كمصري محتاجين صوتك بشكل كبير جدا. لا، والناس بقت على فكرة مصدقة نفسها يا استاذ هشام، الناس نازلة بقى تحس ان في وفاء بالاستحقاق كده، ما بقاش ان هو مجرد انا هدي صوتي وبس، لا انا نازل حقي، انا بعمل حقي، بختار رئيسي، بختار مستقبل بلدي، بختار شكل بلدي في المستقبل، لا ما بقاش مجرد صوت. وهو ما بقاش مجرد صوت، وهو احنا عايزين نقول ايه، مهما كانت النتيجة هو احنا مهتمين ليه دلوقتي ان انت كمواطن تنزل. معانا عايزين نقول لك ان انت بالنسبة لك انت شريك اساسي في مشروع التنمية، مشروع الدولة التنموية المصرية. انت شريك اساسي في اتخاذ قرارات استراتيجية قد تحدث في الاقليم. ما هو احنا عايزين نقول لك انت انزل قول رأيك، عشان اللي جاي فيه تحديات، اللي جاي فيه رؤية قادمة، فصوتك احنا عايزين نقول لك هيشكل المشهد. سواء كنت مؤيد، سواء كنت معارض، سواء كنت انت بالنسبة لك مهما كان توجهك، لازم الكلام ده نقراه، عشان ده هيظهر في الخطط اللي جاية، هيظهر في الاستحقاقات اللي جاية. يعني احنا بنقول عايزين المشهد يبقى قوي ليه؟ عشان زي ما حضرتك بتقول هناخد من ده ونروح للمحليات، هناخد من ده ونروح للبرلمان. الكلام ده هيكون صوتك مهم جدا ليه؟ لان احنا لما نقول ان دي دولة مستقرة راسخة قانونية، ده نظامها السياسي، تخيل انت بالنسبة لك الكلام ده لما تقدمه للعالم اثروا على السياحة، اثروا على الاقتصاد، اثروا على الاستثمار، اثروا عليك كمواطن، اثروا عليك انت كمواطن. انت بالنسبه لك اصبحت انت بالنسبه لك امن وحاسس ان اللي جاي دوله قانون، دوله عداله. انت كمواطن مصري تشعر بالامان مهما كان رايك، طالما انت ملتزم بالقانون وطريقه التعبير عن رايك حضاريه وجيده، انت مسموح لك. احنا جبنا الناس اللي بتقول اقصى ما يمكن ان يقال، فانت في بلد امن تقول رايك بصراحه، طالما انت مش منتمي لجماعه ارهابيه، طالما انت بالنسبه لك وطني اصيل، الدولة مستوعباك وسامحالك ومديالك حقك. فاحنا كلنا محتاجين ننزل نلون الصورة، احنا محتاجين نشوف ان اللحظة دي لحظة حلم بقى لدولة تانية، وهيكون ليها اثار كبيرة جدا 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 على الشكل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. اكيد. ايه اللي خلى يا استاذ هشام الوعي للمواطن المصري يزيد بالشكل ويكبر بالشكل اللي احنا بنعصره دلوقتي وبنشوفه دلوقتي قدامنا على الشاشات، اللي شايفينه قدامنا في صناديق الاقتراع وفي اللجان؟ خلينا نقول حاجتي. اتفضل. في جزء من الدولة المصرية اللي هي التقيلة، هي كانت مستشرفة ان أهمية بناء الوعي وبناء الهوية وبناء التماسك، واشتغلت على ده كويس جدا. واحنا كنا شايفين دايما من مؤتمرات السيد الرئيس والشكل عملية الشفافية وعملية العرض، وهو المواطن بيشوف بيعمل، هو بالنسبة له مع مرور الوقت بيكتسب الثقة ان الكلام اللي بيتقال حقيقي. يعني احنا كان بيتقال لنا ان هم كان في تهجير لسينا، وكان في مؤامرات بتتم، وكان في بيحصل مش عارف ايه، كانت الناس ممكن تقول ايه يعني دي، يعني فيها نوع من انواع يعني ايه يعني الدعايه والبروباجندا. كلنا شفنا ان هذا الكلام كان حقيقي بنسبه 100%. مصر يتآمر عليها في الاقليم. يعني قصد حضرتك ان المواطن سمع كلام فلقى ان الكلام اللي سمعه ده حقيقي قدامه، فصدق الكلام ده، فبقى ورا خلاص قيادته السياسيه في اي حاجه بتقول، ووثق في دولته ان كل الكلام اللي اتقال صح. قال في تهجير سينا، شاف تهجير سينا، شاف ان في مؤامرات كبرى بتحاك للدوله المصريه حقيقي. احنا كنا بنقول الازمه الاقتصاديه، هو حصل ايه مره واحده؟ هتلاقي انت بالنسبه لك انت بيجهز لك بقى ده، في كان حد عايز يضعفك وعايز يحطك في موقف عشان لما يجي بقى يخش في المخطط بتاعه تبقى انت مش قادر. وده على الرغم من القصه دي، الوعي هنا فات بقى على الرغم من الظروف الاقتصاديه. ده اللي رجعنا كلمه الوعي، اللي رجعنا على الشاشه دلوقتي يا استاذ هشام، المشاهد اللي احنا شايفينها دلوقتي على الشاشه. حضرتك برضو لازم تبص معايا على الشاشه دلوقتي وتعلق على المشاهد دي للمواطنين امام صناديق الاقتراع. يمكن دلوقتي الساعه 2 الا ربع، يعني باقي من الزمن لسه كتير الحقيقه، في نص اليوم ساعه اعتقد، ويبقى في الراحه للساده المستشارين من 3 ل 4، وبعدها بيتم مواصله العمليه الانتخابيه. شايف المشهد ده ازاي يا استاذ هشام؟ شايف المشهد الام مع اولادها
هي جايين بالنسبه لهم يمارسوا حقهم الدستوري بامان، يقول رايه بصراحه، دي مصر القادمه. اهو بتقول لك اهو حد بمشهد فخر وعزه وهو نازل يشوف يعلم عياله، هو فرحان رايح بيهم الاسر، اسر اسره، وهي بالنسبه لها الاولاد جايين يشوفوا انت بتتكلم على اي على اني وعي. ما هو ده الوعي، هو جاي يشوف ايه؟ جاي يشوف ان هو بالنسبه له دخلت والدته بكل حريه بكل شفافيه، ما حدش قال لها انت بتقولي ايه ولا بتعملي ايه. وعي المواطن البسيط يا استاذ هشام، وعي المواطن البسيط كمان، مش وعي اي فئه من الفئات، لا ده وعي يشوف المواطنين البسطاء اللي مش مستفيدين من اي حاجه، يعني هم كل اللي طالبين استقرار، امن، امان، عايزين نعيش في سلام، نزلوا يدوا صوتهم في الصندوق. نزلنا شفنا، احنا شفنا المواطنين البسطاء، شفنا المثقفين، شفنا المرأة، والمرأة ليها دور كبير جدا جدا. يعني شفت تخيل ان هي جاية تعلم ولادها والتربية والشكل والمشاركة والإيجابية، ده هيكون تأثيره ايه على المجتمع، مستقبل الشباب. انا عايزك تشوف المنظر، الانتخابات دي غريبة مش شبه اللي كنا بنشوفها قبل كده. اللي واقف على اللجان كده تحس ان انت شياكة كده، معظمهم شباب، فيستات محترمة، نظام، هدوء، في الامن واقف على الحياد بينظم. ايه او في احصائيه طلعت ان شباب منظمات المجتمع المدني طلعوا مكان تصويت ل 5 مليون مواطن من امام اللجان بمكان صناديق اقتراعهم، كلهم كانوا من الشباب من المنظمات الاهليه والمجتمع المدني من امام اللجان. فالشباب بيساعد بشكل كبير، غير ان الشباب ادلى باصواته بشكل كبير في العمليه الانتخابيه، شفناه امبارح، وبرده المناظر اللي على الشاشه دي حاجه تفرح وتبسط الحقيقه يا استاذ هشام. يعني نظام وعداله وقانون ومشاركه، عشرات الالاف من الشباب من المنظمات الشبابيه. هو الكلام ده هو نازل يعمل ايه؟ هو نازل، هو بالنسبه له حصل له وعي، حصل له مشاركه، حصل له ايجابيه، حاسس ان دي بلده بيشارك فيها، في تنوع قابل التنوع. تتخيل انت بالنسبه لك بقى ملايين الشباب في المستقبل. طيب، من خلال هذا الكلام هنشوف ايه في مصر؟ استاذن حضرتك بس علشان الصوره تكون اوضح معانا، بناخد زميلنا من المنوفيه، زميلي العزيز باسم ابو العينين، علشان يقول لنا الصوره في المنوفيه، في محافظه المنوفيه، اخبارها ايه. باسم اهلا بيك، لو تطمنا ايه اللي بيحصل عندك من الصبح لغايه دلوقتي، المشاركه عامله ايه والاقبال شكله ايه؟ يا احمد مساء الفل عليك وعلى جميع المشاهدين، وتحياتي ليك من شبين الكم بالمنوفية. هو في الحقيقة المكان مهما هوصفه مش هيكون زي المعايشة الواقعية هنا في المكان. احنا نكاد نكون في عيد، احنا في عيد فعليا، الناس بتحتفل والناس مبسوطة، والناس مش بتقتصر وجودها على مجرد عملية الاقتراع والإدلاء بالصوت ثم الانصراف، ولكن بيحرصوا على التواجد أكبر فترة ممكنة للاحتفال والمشاركة والهتافات لمصر والتمنيات بالخيرات والمزيد من الرخاء لوطننا الغالي مصر. لجنة هنا، لجنة الشهيد نقيب أحمد عبد الرحيم السرسي هنا في شبين الكوم، والتي افتتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بدون أي معوقات أو أي مشاكل، وتوافد عليها المنتخبون والمصوتون منذ الصباح الباكر وحتى قبيلة بدء عمليات الاقتراع، والمواطنون يحتشدون ويأتون أفواجا طيلة النهار. ومن تلك الأشياء المميزة أيضا التي لفتت نظري والتي كانت مميزة لهذا اليوم هو الحضور المكثف لأطفال المدارس الابتدائية والإعدادية من مختلف المدارس هنا في شبين الكوم. باسم أنا شايف وراك يعني صورة لشباب صغير في السن، وشايف المرأة، كل الفئات مشاركة في العملية الانتخابية. يعني لو تشرح لنا كده الفئات اللي شاركت النهاردة عندك في شبين الكوم في المنوفية. الفئات اللي شاركت طبعا كالعادة المرأة هي المتصدرة في هذه الأحداث، وتحرص على التواجد والإدلاء بصوتها، والزغاريد والهتافات كانت السمة المميزة لهذه الاحتفالات، على الأناشيد والأغاني الوطنية التي تسمع، ربما تسمع صداها من خارج اللجنة. لدينا كما قلت لك أطفال المدارس، نظمت لهم رحلات مدرسية للحضور هنا،
رأي العين والمتابعة والتوعية، التوعية الوطنية، يعني بيعلموا الأولاد أن هناك استحقاقات دستورية وأن هناك مشاركة وأن هناك أصوات هامة يجب أن تشارك لتقول كلمتها في اختيار بقى، سواء كانت انتخابات رئاسية، انتخابات محليات، انتخابات مجالس نواب إلى آخره، يعرفون بهذا الاستحقاق. طبعا نشيد بالدور الأمني الحريص على تنفيذ تعليمات وتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم دخول اللجنة لأي شخص يحمل لافتات تخص أي مرشح أو أي شعارات حزبية. باسم معلش سامحني نظرا لضيق الوقت يا باسم، فأنا مضطر أن أنا أقطعك. باسم أبو العنين زميلي العزيز من المنوفية بشكرك شكرا جزيلا، ونظرا سامحني يا استاذ هشام لضيق الوقت فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. يعني ده كان باختصار المشهد اليوم من صباح اليوم وحتى الان. المصريين في كل مكان بيتوافدوا امام اللجان في كل المحافظات، صوره مبهجه، صوره مشرفه لمصر امام العالم كله. شعارنا دوما وابدا في سي بي سي التغطيه دوما وابدا مستمره، تستمر معكم مع زميله العزيزه ايمان عز الدين. عمره مكمل وده مهما يعدي الصعب عليه برضو بيتحمل، طول عمره يشرف وإن مالت مرة يلاقي حلول يعرف يتصرف، طول عمره يشرف طول عمره خاصة. مش نخاطر بنات تانية، أنا لو بصحى فوق شوب بالضرب وعزمته قوية ما هو أمله كبير، بتكلم عني وعنك عن كل الملايين وبعرف تاني الدنيا بحالها المصريين، وبعرف تاني الدنيا بحالها المصريين، إرادتنا قوية وقصود واقفين ده طبعي لا يمكن يتبدل يختار. تحيا مصر.